عمرك زي ما شفنا روح مختلفة، خفة وجمال وجاذبية، نص مصري والآخر نمساوي. هي مؤخرا بقت بتعيش القاهرة أوروبا رايح جاي، وبنشوفها في أعمال مصرية وأخرى أجنبية، ومن سنين طويلة وهي موجودة وحاضرة في الفن المصري، لكن هي دايما مثيرة للجدل لأنها جريئة ومختلفة ومتمردة، ويمكن بتقول تصريحات فممكن بتفهم غلط، بس أول تصريح بتقوله أو أي تصريح بتقوله ينزل على السوشيال ميديا يقلب الدنيا. هي رجعت القاهرة عندها ولا في الأحلام، وعندها تفاصيل كتير وعندها حياة مختلفة، وعندها اختارت ان هي تعيش لحريتها مش لفكرة ان انا نجمة او ان انا شكل المجتمع عنده مثلا من العادات والتقاليد، لو حاجة مش مناسبة تفكيرها ودماغها هي يعني ما بتترددش انها تتمرد عليها. عندنا أسئلة كتيرة جدا ومنورانا منى هلا بالروز الجميل. وحشتيني من أيام ملكة في المنفى. أيوة وحشتيني جدا. أهلا وسهلا بك يا منى، نورتينا وشرفتينا حبيبة قلبي. يعني أنت ما بين مصر دلوقتي وأوروبا. بصي أنا بتعامل مع مهنة التمثيل إن أنا ممثلة تحت الطلب، يعني زي الدكتور زي المهندس. المهندس لو جاله عقد عمل في دبي بيسافر يشتغل، فانا نفس الحكايه، انا عندي ايجنت في دبي وعندي ايجنت في قطر، عندي في اوروبا وفي امريكا. وقت ما بيجي لي اوديشن لاي فيلم او مسرحيه او اي حاجه بسافر اعمله. يعني هم عارفينك هناك ولا الايجنت بيسهل لك ان ده حاجه مناسبه ليكي فروحي اعملي اوديشن، فانت ما فبتاخدي بعضك وتسافري؟ يعني فكره الشغل بره مش سهله. لا مش سهله خالص. يعني مش لمجرد ان انا عندي ايجنت، انت اكيد حد بتابع، حد بيشوف شغل كده صح؟ يعني اشرحي لي اكتر. طبعا، بس اهم من اي حاجه هو فكره انك تعرفي تشتغلي في بلد اخرى بلغه اخرى. فاهمه؟ مش بس كده، ان يبقى عندك الاثكس بتاعت الشغلانه. انا تتلمست الحمد لله على يد ناس عظماء جدا في الشغلانه في مصر وبره مصر، فهم معلميني ازاي احترم المواعيد، ازاي احترم زمايلي على المسرح، ازاي يعني مثلا في حاجه من الحاجات انه لو انا طالعه على المسرح قدام ممثل ما احطش بارفان ريحتها زعقه، لان احتمال الممثل اللي قدامي يبقى عنده حساسيه في صدره، فده يعمل له تهيج في الحساسيه فيتعبه. يعني التفاصيل، احترام ابسط التفاصيل. بالظبط. طيب انت قعدت في هوليوود 3 سنين وبعد كده انتقلت لاوروبا، كلمينا يعني هوليوود صعبه ان انت ما قدرتيش تكملي ولا ايه اللي حصل؟ بصي انا النظام الراسمالي في امريكا كان بالنسبه لي يعني مش مناسب لشخصيتي. انا ما بحبش فكره الفرق الطبقي ما بين الفقراء والاغنياء الزاعق ده. يعني تبقي قاعده في اوتيل بتتعشي مع منتجين ومخرجين وفي ايفنت كبير واحنا لسه بنحتفل بالفيلم، واول ما بتطلعي بتلاقي هوملس نايمين في الشارع. فدي حاجه كانت بالنسبه لي يعني بجد دي حاجه بتوجع لي قلبي. ما بقدرش اتعامل، ما بقدرش اشوف الحاجات دي، بتعب. ففي اوروبا معظم الناس عايشين طبقه وسطى، فما بتحسيش، يعني ممكن تبقي راكبه المترو تلاقي وزير السياحه قاعد جنبك، فما بتبقي بتتعشي في ريستورانت تلاقي وزيره الثقافه قاعده بتتعشى يعني جنبك. انت سبتي الشغل في هوليوود علشان انت ما قدرتيش الحياه الثقافيه بتاعتهم مختلفه، ولا انت حسيتي ده بلس انك انت مش قادره تتجاوبي مع الشغل؟ يعني انا تفهمه انك لو لقيتي شغلها شغل. لا انا كنت بشتغل هناك كويس على فكره، وعملت كذا حاجه كانوا كويسين جدا، وكنت في الايام بتاعه الويك اند، لان معظم الناس في هوليوود بتشتغل شغلانات ثابته، فمعظم الاوديشنز بتحصل يوم السبت والحد، فالسبت والحد ممكن تروحي مثلا 20 اوديشن. فكان عندي ايجنت كويس جدا وكان عندي مانجر كويس جدا، فكنت بشتغل كويس الحمد لله، بس انا ما قدرتش اتعامل مع فرق الطبقات الزياده عن اللزوم. فما فيش طبقه وسطى هناك. دي حاجه بالنسبه لي، بالنسبه لشخصيتي كانت حاجه متعبه مزعجه. طب حلم العالميه بالنسبه لك يتحقق ازاي وانت عندك التكوين النفسي والثقافي مختلف مع الرأسمالية اللي هي المفتاح الأساسي للعالمية؟ انا ما عنديش حلم العالمية على فكرة. انا فكرة ان انا بمثل في اكتر من بلد، هو ده بالنسبة لي حاجة رضياني. يعني
الناس بيبقى عندهم أولويات مختلفة في الحياة، في ناس أولوياتها الشهرة، في ناس أولوياتها الفلوس. أنا أولوياتي إن أنا بفضل أشتغل لغاية لما يبقى فيا حيل، يعني لغاية لما أبقى فعلا مجهدة وتعبانة مش قادرة أقف على رجلي، رجلي مش شايلاني لدرجة إن أنا مش قادرة أقف على المسرح، يعني أو مش قادرة أمثل. مهنة أنت بتحبيها مش مجرد شيء مبهر وأضواء وشهرة وفلوس وحاجات أخرى يعني. بس